كان يا مكان من قديم الزمان، راجل قرر يعيش في مستعمرة للكلاب. فسألهم: يا ترى ايه انواع الاكل عندكم؟ هيكون ايه يعني غير عظم؟ طب ولو مفيش عظم؟ بنرجع اللي كلناه من معدتنا وناكله تاني. فقرر صاحبنا طبعا انه يهرب بجلده. لا، قرر انه يكون كلب زيهم. هو في كده؟ عايشين عيشة الكلاب، لكن عاملين روحهم بني ادمين، متخفيين مش باينين، زي عيسو مثلا. قال عنه الكتاب زاني، لكن لما نقرا قصته ما نلاقيش انه زنى. قال عنه الكتاب يصنع انزعاجا، مع انه ما عملش اي مشكله مع ابوه وامه، بالعكس ده كان راجل شهم لدرجه ان ابوه نفسه اتخدع فيه. اصل النوع ده من الناس هو اشر انواع البشر، عشان بيقدروا يخفوا حقيقتهم ويلبسوا صوره التقوى، مع ان ربنا اداله الفرصه انه يكون جد المسيح لانه البكر، لكنه احتقر البكوريه. لكن الاصعب من كده ان في نوع تاني من البشر برضه قرروا يعيشوا في مستعمره الكلاب، بس على انهم بشر في وسط كلاب. ازاي؟ لوطن البار مغلوبا من سيره الارضياء في الدعاره. لولا ان الكتاب قال عنه بار، كان 90% من المفسرين قالوا عنه انه خاطي. بس ازاي يكون بار ومغلوب؟ معادله بتحير ربنا نفسه لدرجه انه قال: ابهتي ايتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا. ازاي مؤمن بالمسيح ومغلوب؟ مش المسيح انتصر؟ اصله عايش في مستعمره الكلاب، بيعذب نفسه كل يوم بالنظر والسمع للاشرار. طب والحل؟ اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فاقبلكم. لو مصر يا مؤمن انك تعيش مع الاشرار زي لوط، هتكون وحيد وعقيم من غير ثمر. لكن في نوع من المؤمنين احسن شويه من لوط، قرروا يعيشوا مستوى اعلى شويه، وهو المستوى الانساني. لكن شعارهم في الحياه ان ربنا متهم حتى تثبت براءته. يعني ايه؟ يعني يمتحن ربنا الاول، لو صدق في كلامه يمشي وراه زي يعقوب، بالرغم من ان ربنا ظهر له ووعده بالبركه وان المسيح هيجي من نسله، ويقول له: لا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. يرد ويقول: ان كان الله معي واعطاني خبزا لاكل وثيابا لالبس، يكون الرب لي اله. وهو ده المؤمن الجسد الضعيف اللي عايش طول حياته بيفكر مع الناس: ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. عشان كده حياته كانت عباره عن خناقه، الروح ضد الجسد والجسد ضد الروح. لكن في نوع من المؤمنين قرر يعيش المستوى الإلهي. إزاي؟ صلب جسده مع المسيح، مات مع المسيح. طب ومين الحي؟ أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. هو مجرد إناء المسيح يفكر فيه وينظر من عينيه ويتكلم من لسانه. وهو ده كان سر انتصار حياة بولس. بس إزاي قلت قد جاهدت الجهاد الحسن؟ أنت اللي جاهدت ولا المسيح؟ الجهاد إني أقمع جسدي وأستعبده عشان يسيب المجال للمسيح، وما يكونش فيا أي حاجة تزعجه عن إنه يكمل عمله فيا. يا ترى أنت من أي نوع؟ زاني ومستبيح، ولا بر مغلوب، ولا بتعرج بين الفرقتين، عايز بركة ربنا وعينك في العالم؟ فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟